لما بيقولوا ذا جريت بايرت ان احنا هنسمي الايرز، ممكن تترجمه كمشاهد ان الكاتب بيحاول يقول لك ان التاريخ بيمر بمراحل مختلفه وان المرحله دي تاريخيا واهم حاجه كان حصله بتشكل الاحداث كانت مين بيبايرت ومين مش بيبايرت. بايرسي هي كانت المود اوف برودكشن من الاخر، ان بنسميها يعني دي وسيله الانتاج. مش شرط كمان على فكره عشان الانتاج، بس الموضوع كان حوالين فكره ان في قرصنه. تعالوا بقى اللي هو فير فاكتور، النظام قايم على ان القرصنه جزء كبير منه، زي مثلا في 1600 او 1700 كان بيلتف حوالين قدرتك على عبر البحار، وكل حاجه بتتمحور حوالين البحر. Which is weirdly funny because One Piece اسم نوع مايو. في الاخر الوان بيس هتطلع مايو. انا لازم ابعت جواب لاودا اقول له ان انا اكتشفت انا فهمت انت قصدك ايه. التريجر في الاخر اللي هو مايو كبير جدا حريه مطلقه. انا عارف تكون مايو.